بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: هل يشترط في السفر لطلب العلم أو لأداء العمرة رضا الوالدين؟ وإذا رضي علي وحددوا لي المدة، فهل يجوز لي أن أتجاوز هذه المدة؟ لا بد من رضا الوالدين، ولا بد من أخذ إذنهما، لأن طاعتهما بعد طاعة الله سبحانه وتعالى، فلا بد من إذنهما. ولكن عليك بالتلطف معهما، وعليك ببيان الحاجة إلى سفرك، وما أظنهما يمانعان في سفرك إذا وضحت لهما القصد وبينت لهم الفائدة من سفرك، فلا أظنهما يمانعان إلا إذا كانا يحتاجان إليك. إذا كانا يحتاجان إلى وجودك عندهما، فبقاؤك عندهما مقدم على غيره، حتى على الجهاد في سبيل الله. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج في الغزو يجاهد في سبيل الله، قال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. إن كان يحتاجان إليك فإنك تبقى عندهما، وهذا أحسن لك من طلب العلم، تبقى عندهما وتبر بهما، تقوم بحاجتهما. وإن كانا لا يحتاجان إليك فأقنعهما بأن سفرك لغرض صحيح ولطلب العلم، وأنهم شركاء لك في الأجر، ولا أظنهما يمانعان في ذلك. وإذا حددا لك مدة فلا تزد عليها، إذا تمت المدة فإما أن ترجع، وإما أن تكلمهما بالجوال أو بالهاتف أو بأي وسيلة تبين لهما أنك ستتأخر، تطلب منهما المسامحة.